هواي بحري ورايا شوفني واسمعني بعيد على البر وحرة دي حكاية بمشيني أول مرة رأس لأول مرة بقف بس قوام تشدني رجليا خبر أبيض الشبكة بتاعتي اصطادت البنت طيب هي كويسة؟ في الغالب هتعيش بس هي مخضوضة وما بتنطقش محدش عارف برضو ايه اللي جرالها شوف النار دي ازاي دافية ومنورة كل الأوضة لا مش مخضوضة وأهلا ما استها بتعود وقربت الأول مرة حرق أول مرة الدنيا هنا أزيد في حرها وأنا زي سمكة برا بحرها بقف بس قوام تشدني رجليا أوه يا نهار أبيض تعالي يلا نطلعك فوق عشان نحميكي ونشوف لك هدوم أيوة كده واحدة واحدة خطوة ورا خطوة شاطرة ما بتتكلمش خالص يعني هنلومها يا روزا بعد كل اللي حصل لها ده كويس انها بس ما بتتكلمش كأن عقلها في حتة تانية صابونة وليفة وهتبقى شمعة منورة احنا ليهم اكلة فعلا بقى هو ده الحال هاتلها الفستان الازرق منها المية كنت لوحدك اصلا اتفضلي ريحة الصابونة حلوة مش كده؟ ايه ده بتعملي ايه؟ يا عيني ده انت شكلك جعانة روزا يلا هاتلها حاجة تاكلها وبسرعة لحسن نلاقيها بتاكل في الفرشة من عناية يلا خلينا نشيل اعشاب البحر والجلخ اللي عليكي ده جزمة ملهاش أي لازمة يعني دي لابساها زي ما قالوا فستان طب وماله حاجات مش عايزاها يعني صدق سفنتين يغرقوا في أسبوع الأمير عريق لسه بيدور على البنت اللي أنقذته بيقول مش هيرتاح لحد ما يلاقيها خليكوا هنا هجيب الأمير هستنى آسف على اللي حصل لك اسمك ايه؟ هي مش بتقدر تتكلم هي أو انا يشرفني وجودك هنا في عندك مكان تروحي؟ عيلة؟ اعتبري نفسك في بيتك قد ما تحبي هات لها اي حاجة تحتاجها أمرك يا مولاي نسيبك تستريحي شوية أيوة افهمي صوتك كان يسوى إيه أصله هو سابك وانت اللي اخترتي تضحي بيه وهذه جزاتك دعت لأول مرة خفت لأول مرة كان
زي الكسر بتشديني ريح.